مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من نواحي مدينة الدار البيضاء. احنا الآن مع هذا السيد مهاجر مقيم بالديار الفرنسية، شرى واحد الأرض بمنطقة دار بوعزة، هذه تقريبا 31 سنة، بالوثائق ديالو مسجلها محفظها كل شيء، الأمور ديالو هي هذيك. حتى كيتفاجئ أن واحد السيد ما عرفش المدة شحال، حتى كيتفاجئ أن واحد السيد كيستغل الأرض ديالو داير فيها كيف ما كنقولوا جلسة ديال المواد البناء، يعني بغى الناس المسؤولين، بغى رجال الدرك او الناس ديال القضاء انهم يوقفوا معاه وينصفوه باش ياخذ الارض ديالو ويرجع الحق ديالو، وخاصه من هذا السيد هذا اللي كيف ما كنقولوا هنا كاين المشكل ديال الترامي على ملك الغير. السلام عليكم يا سيدي، شنو المشكل اللي عندك؟ عاود لينا من الاول، انت شريتي هذه الارض فين كاينه وشنو النداء ديالك؟ بون الاسم ديالي الغلياني ادريس، مقيم بالديار الفرنسيه مده 43 سنه. شريت ارض في 1992، يعني درت لها المسائل القانونيه ديالها كامله، درت شهاده اداريه، درت الملكيه، درت الحيازه، درت المسائل، سجلتها، درت المطلب للتحفيظ، الدوسي ديالي داخل المحافظة. وملي كنجي عطاوني واحد رونديفو، البريمي رونديفو عطاوني لو 7/12 المحافظة باش نحطو لي بورن. جينا لي بورن لقينا واحد الانسان حاط فيها، دار فيها جلسة ديال الياجور، يعني انا تفاجأت، بقيت كنشوف شكون اللي حاط تما، هو لقيت هذاك السيد. يعني انت ما عرفتيش الوقت شحال بالضبط؟ لا ما عرفتش امتى، انا جيت دفعت الوراق ديالي للمحافظة، عطاوني رونديفو، مشيت لفرنسا، قرب رونديفو جيت مشيت عندهم لافاي ديال لا دات لو 12 لو 7/12، مشيت لو 6/12، قالوا لي دوما نافر دمي نتلاقاو في البلاصة في عين المكان. مشيت لعين المكان كنلقى انا ديجا واحد الجلسة ديال الياجور، شكون اللي حطها الله اعلم. جا واحد السيد، جاو معاه جوج الناس، قال لي الارض ديالك، قلت ليه ديالي، قال لي بون اجي هضر معايا هنا. قلت ليه شكون بعدا شنو انت؟ يعني شنو الصفه ديالك؟ شنو انت؟ قال لي انا اللي حاط هاد، لا انا اللي كان، انا اللي حاط هاد الياجور ديال الجلسه، المشكل غادي تبيع ليا، بغيتي تبيع نشري منك، ما بغيتيش تبيع ليا. قلت لي ما باغيش نبيع، انا داخل المحافظه نحفظها ونكمل، ولا بغيتي نبيع ليك نبيع ليك. قال لي ما بغيتيش تبيع ليا جري طوال. قال لي يعني ديك البورناج هو اللي ما يتحطش، داك البورناج هو اللي ما خصوش يتحط. علاش؟ خصو ياخذ الارض هو، دابا حاط كيبيع ويشري. مستغل الارض كامل حاليا، مستغلها حاط فيها مواد البناء، كيبيع ويشري. هو حاليا في السجن، هو حاليا في السجن اكوز دي شيك سون بروفيزيون. لا دوزيام بورناج لو 5/5 خلصت عاوتاني، ملي درنا رونديفو بالمسائل ديال المؤازره ديال الدرك الملكي، دينا لهم الورقه ديال المؤازره ديال الوكيله جلاله الملك، دينا للمحافظه، المحافظه قالوا لي ودي فوالا راه نهار غادي نخرجوا له 5/5، راه غادي تكون معنا مؤازره على ديك المره ديالو اللي ما غاداش تحبس على البورناج. دونك لحق تماك لو 5، هادوك الناس جاو هما اللي المحافظه ديال البورناج، جاو جوندارم ما جاوش، قلنا لهم غتمشيو لعند الجوندارم، قال لك لا حنا خصنا نلقاوهم في عين المكان. مشينا للجوندارم قال لك لا خصهم هما يجيو عندنا. ملي قلنا لدوك الناس هاكين، راه هاد الناس راه ما غاديش يجيو، خصكم تمشيو لعندهم، ركبوا على الطوموبيل مشاو في حالاتهم. وهذيك خيتي واقفه ما عرفتش شنو قالت لذاك السيد، وزادوا في حالاتهم. دابا صدقت انا مخلص دو فوا بور البورناج، البورناج ما دار، وكاينه مرتو راه هي اللي حابسه ليا كل شيء تما. بس انت النداء ديالك شنو هو؟ خاصة أنك النداء ديالي كنطلب من السلطة والقضاء والدرك الملكي ديال دار بوعزة يتعاونوا معنا، يساعدونا ناخذ حقي. هذاك السيد هذاك راه ما عنده، أنا عندي وثائق صحيحة، أنا شاريها منا في 92، صافي 31 نون باش شريتها، هو عنده 9 سنين ولا 8 سنين باش شاري أنا ديك الأرض. الناس كاملة ديال دوك البلاصة عارفه هذيك الارض ديالي انا، ما ديال ماليها اللي وارتينها، المراه اللي وارتها وباعتها في 86 جات لعندهم قالت لهم هذه الارض ديال هاد الناس هادو. اي هاد السيد كيستغل الارض، كيستغل صحه، صحيح صحه، حاليا في الحبس.
دابا انا وليت واحد المعمر تباغي دابا الدوسي ترفض ليا من المحافظه، خاصني نعاود نخلص نعاود نحط الدوسي من جديد، وخاصني نشوف كي افون باش نمشي انا لديك البلاصه باش نحط البرنامج خاصني نلقى حل باش ما يقولوش لي عاوتاني لا ما غاديش نحطو. فين كاينه الارض بالضبط؟ لا تغير كاينه في ارض القطع دار بوعزه في طريق زمور تبع الملكي ديال دار بوعزه ديال دار بوعزه على الطريق اللي غادي عند الدارك في الطريق جات على الطريق. دابا سيدي النداء الاخير ديالك شنو هو اللي كنطلب القضاء؟ كنطلب القضاء وانا داير شكايات. دير عمرك حضرتي شي جلسه مع هاد السيد؟ ما عمرني حضرت. شنو النداء اللي تبغي توجه للقضاء؟ بغيت القضاء يعيطوا لي لشي جلسه يعني يسولوني علاش وشنو السبب باش انا لكن انا غلط يعني ياخذوا حقهم في انا كنطالب بحقي ما غاديش ندي ديال الناس، انا ديالي رزقي ضرب عليه تماره يعني كنطالب برزقي، انا ما كنطالبش كنطالب الحقوق ديالي، كنطالب الدوله، كنطالب الدارك، كنطالب المخزن، كنطالب يعني المحاكم، كنطالب اي واحد مسؤول يساعدني باش تاخذ حقك. باش ناخذ الرقم ديالك ديال التليفون 07 63 08 89 21. تفي كيف ما شاهدتوا معنا هذا السيد اللي عنده مشكل مع واحد السيد اخر اللي كيستغل الارض ديالو داير فيها جلسه ديال مواد البناء. دابا هاد السيد بغى الناس المسؤولين وخرج في هاد النداء باش الناس المسؤولين لا سواء في القضاء لا سواء رجال الدارك لا اي واحد مسؤول باش انه ياخذ الحق ديال هاد السيد ويعطيه الارض ديالو. عنده الوثائق، عنده لي بروف ديالو كاملين بان هاد الارض ديالو اللي شاريها من مده ديال 31 سنه، حتى كيتفاجئ ان هاد السيد داير الترامي على ملك الغير وكيستغل الارض كيف ما كنقولوا خدام بها. السيد ما عرفش المده شحال حيت ما كيكونش هو في المغرب، ما عايش في المغرب، ما عرفتيش اسيدي المده شحال هو خدام. دونك دون لي دوزون واقيله ولا تروازون هادشي اللي قالوا لك الناس تما، قالوا لي شي 3 سنين هادي باش عرفت 3 سنين دابا باش خدام. دابا هاد السيد في الحبس ولكن كيلقى المشكل مع الزوجه ديالو فاش كيمشي ياخذ حقه كتحبسوا. يعني الله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تيفي، بارطاجيو هاد اللايف. كنتمنى انه يوصل للناس المسؤولين على منطقه دار بوعزه باش هاد السيد ياخذ الحق ديالو. كنتمنى حتى الملف ديالك كاين في القضاء دابا، كنتمنى هاد السيد جوج شكايات يعني كنتمنى ان شاء الله هاد السيد ياخذ الحق ديالو. كنتمنى النداء يوصل الناس ديال القضاء والناس ديال الدرك الملكي. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي بقى لي الا نودعكم، تلقاو في مباشر اخر. بسلام عليكم.